انتو مين؟ لا ما تخافيش، انا تيلو. اهلا يا انيتا، انا ملكان. ايه ده، في ايه؟ انا ما عرفتكوش. شفتي ايه رايك فينا بقى؟ شكلكوا تحفه بجد. ما تكسفيناش بقى يا انيتا ارجوكي. طب اجهزوا، يلا بقى اجهزوا. ها ماشي تمام، مش زي ما اتفقنا. فيبا، ايه رايحين فين؟ لازم تضايقوني، تعالوا هنا. ايوه اسمع الكلام انيتا، اصلنا خايفين. اول مره نعمل كده بصراحه. ايوه خلاص خلاص، يلا نادي نادي. يلا يلا فيبا، الحقني ارجوك. جوزي حبيبي. ادي يا سيدي السمبوسه السخنه اللي بتحبها والشاي. دي هايله قوي يا حبيبتي، ريحه السمبوسه بتاعتك بتفتح نفسي بشكل غير عادي. يا خبر، بس مش قوي كده، اصل السمبوسه دي بقى دايما اهم حاجه فيها ريحتها. شامم ريحه البطاطس، ايه اللي جواها؟ دي ريحه البطاطس هي اللي عجباك، امال عمال تمثل ليه؟ طب كلامي سحبته، ريحتها مش حلوه. واسه انت وهو انا جيت. ايه في ايه؟ فاكر نفسك واقف في بيتكو؟ هو انت اللي هددك في التليفون؟ بقى يبقى انا واديني بقى جيت لك اهو وهبتدي بيها. يا نهاري، هتتصرف ازاي دلوقتي يا ديواري؟ تفتكري هعمل ايه؟ انت مش شايفه حجمه عامل ازاي؟ ما تسكر. يا اختي معاك ده، ده اصلي ولا بتحط فيه ميه ولا ايه؟ يا اخي طب حتى كنت مليته. طب ده حقيقي يا اختي. بص رشها بالالوان براحتك بقى، اعمل اللي انت عايزه. لكن انت وعدتني يا تيواري انك هتعرف تحميني. ايوه انا وعدتك اني احميكي، بس شوفي شايل معاه ايه. وبعدين بص على وشه كده، شكله جميل قوي اهو. فيبو حبيبتي. قولي ايه مالك، ايه اللي بيحصل؟ قولي لي في ايه حالا. ما انا هقول. طيب قولي. دول عمالين يضايقوني. فعلا؟ اه. وسكت لهم؟ انت معاكي حزام اسود في الكاراتيه، اديهم واحده خلصي على الاثنين. وعالي ده بيغلط. احنا ما بنخافش من الاحزمه، جوز خالتي عنده مصنع احزمه كبير قوي. وما فيش اي حزام في الدنيا ولا اي شيء يا استاذ يقدر علينا.